اهلا بكم مع التول الاخيره من مايكروسوفت، وهي تول محترمه جدا ومهمه جدا. تول اسمها سواي. سواي هي طريقه حديثه لعمل اي عرض تقديمي او ان احنا نقدم معلومه نقدر نعرضها بشكل جميل وجذاب. وكمان التول في التعامل معاها او الابليكيشن دوت سهل جدا في التعامل، تقدر ببساطه حتى لو انت اول مره تشوفه تتعامل معاه بكل سهوله، وتقدر تعمل عليه برزنتيشن بشكل جميل جدا. ميزه البرزنتيشن ده ان هو اونلاين برزنتيشن، مش محتاج تنقله بفلاشه او كلام من ده، تقدر بس تاخد لينك وتحط اللينك دي في اي مكان، الاودينس بتوعك يبتدوا يشوفوا البرزنتيشن بتاعك بكل سهولة. زي ما اتعودنا لما بنيجي نفتح اي ابلكيشن بندوس على الابلكيشنز باتن اللي فوق هنا، هنلاقي الابلكيشنز بتاعتنا هي بتاعت مايكروسوفت، هختار منها سواي. هيبتدي يتفتح معايا سواي بالشكل ده قدامنا وبيقول لي ويلكم تو سواي. ادي شكل السايت اول ما بيفتح او الابلكيشن. كالمعتاد مايكروسوفت بتدينا مجموعه كبيره من التمبلتس نقدر نستخدمها بشكل مبدئي وبشكل سريع، تنفع في سيناريوهات كتيره جدا، او ببساطه نقدر ان احنا نختار الايه البرزنتيشن بتاعتنا. احنا ممكن نقول مثلا حاجه زي الاجازه ديت فيكيشن ستوري، زي ما انتم شايفين اداني تمبلت اقدر احط فيها مجموعه من الصور اللي تخصني، وابتدي اكتب التايتل بتاعي هنا فوق شايفين، اقول له ستارت اديتنج، فتح لي الفيكيشن ستوري وانا اقدر اعدل فيها. زي ما انتم شايفين بيديني اماكن اقدر اكتب احط فيها الصور، او احط في البدايه التايتل واحط تحت منه كابشن واحط الصور، ادي صوره والكابشن بتاعها تمام، احط تكست كارد تحت الصوره عشان يبان النص ده جنب هذه الصوره، تحت اقدر احط صور كتيره لمجموعه من الاكتيفيتيز اللي بعرضها. انا بتكلم في موضوع ان انا بتكلم عن اجازه فيكيشن، فابتدى هو يديني مجموعه من الصور، احط الصور بتاعتي واحط جنب كل صوره احنا كنا هنا بنعمل كذا، او دي في المكان الفلاني وهكذا. تعال احنا من البدايه نشوف ازاي نعمل سوي خاص بينا تمام. هقول كرييت نيو، ضغطت على سوي، قال لي اهو انت كنت عامل ستوري قبل كده او كنت عامل سوي قبل كده، وانا حفظته عندي هنا في الفورمز بتاعتك او في السوي برزنتيشنز بتاعتك، انا اقدر اعدل فيها في اي وقت او اعمل كرييت نيو. اخترت هنا كرييت نيو وابتدى يفتح لي نيو سوي فاضيه خالص. احط اول حاجه، تعالى نعمل السوي بتاعتنا مثلا عن المعالم السياحيه في مصر، هسميها ايجيبت، واختار اول باك جراوند لينا، اضغط عليها هيطلع لي على طول سيرش زي ما انتم شايفين اوتوماتيكلي. قال لي انا لو عملت سيرش عن كلمه ايجيبت طلعت لي شويه حاجات زي كده، بقترح عليك حاجات زي كده، مجموعه صور للرؤساء السابقين والحاليين او علم مصر، او اقدر اضيف كونتنت بقى من على الجهاز بتاعي ماي ديفايس، او على من على الوان درايف تمام. اقدر كمان اسيرش هنا على البينج سيرش انجن واكتب ايجيبت واشوف مجموعه الصور اللي هتطلع لي. زي ما انتم شايفين طلع لي علم مصر، طلع لي مجموعه من الصور لمعالم سياحيه كتيره جدا، ممكن نختار صوره بالشكل ده وتبقى هي دي الباك جراوند الاساسيه للتايتل بتاعي تمام. اقدر ادخل على الايه هنا اضيف تكست، لو انا عاوز اضيف تكست لهذا العنوان، او احط هيدنج، او احط صوره تانية، احط اعمل ابلود لحاجه من عندي على الجهاز، ممكن احط اهو زي ما انتم شايفين تكست او ميديا. الميديا دي ممكن تكون صوره، فيديو، اوديو، او امبيد كود، او ابلود اي جزء او اي حاجه من عندي من على الجهاز بتاعي. ودي جروبس نقدر نعمل بيها تجزئه او تعديل لاجزاء الايه السواي بتاعتي زي ما انا عايز وانا بصمم تمام. تعال نروح لشاشه الديزاين، ممكن نعدل هنا بقى، انا مش عاوز كلمه ايجيبت مثلا تكون بالشكل ده، انا عاوزها تكون بالشكل ده، عاوز اعمل لها انفاسايز،
عاوز احط لينك او اي حاجه بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهوت. تمام، عاوز اعمل بلاي اشوف الشكل بتاع الفورم بتاعتي او السوي بتاعتي هتبقى عامله ازاي. ادي اول جزئيه اهوت. تعالى نرجع تاني نعمل اديت ونروح للستوري لاين بتاعتنا ونكمل في الديزاين بتاعنا. نعمل اضافه لسكشن جديد، نقول مثلا عنوان جديد ونقول مثلا معالم مدينة الأقصر. ونبتدي نضيف ميديا، نحط ايمج. تمام، ونقول هنا مثلا معبد الكرنك، نحط الصورة، نكتب هنا معبد الكرنك. على طول نعمل سيرش ونجيب من على الانترنت صورة تتوافق مع الموضوع اللي انا بعمله. انا ممكن ببساطة لو انا طالب ليرنينج اكتيفيتي معينة من الطلاب اديهم فرصة ان هم يجمعوا الصور بتاعتهم في البداية، وبعدين يبتدي يجمعوا هذه الصور. تمام، اول ما بكتب كلمة معبد الكرنك اهو طلع لي هنا مجموعة من نتائج البحث، صور كتيرة جدا تخص معبد الكرنك وطريق الكباش. ممكن نختار اشهر حاجة فيه طريق الكباش كده مثلا، ونقول اد للبيكتشر دي. تمام، حطينا الصورة عند معبد الكرنك. تمام، ممكن نضيف حاجة تانية ونقول مثلا هيدنج، ونقول معبد الأقصر. حط الصورة. نبحث عن الصورة، هنلاقي صور كتيرة هتطلع لمعبد الأقصر. والأعمدة اللي فيه زي ما انتم شايفين في صورة حيات بتبين المعبد وجنبه المسجد. طبعا بختار صورة تتوافق مع الموضوع اللي انا بتكلم فيه واضيفها، وممكن اراجع ده واعدل فيه في اي وقت مفيش اي مشكلة. تمام، ادي حطينا اهوت صور، مجموعة من الصور. ممكن اجي هنا على الصورة دي واقول ديليت، ادي الصور. تمام، تعالى نعمل بقى بلاي السوي بتاعتنا على هذا الشكل ونشوف شكل العرض بتاعنا. زي ما انتم شايفين قال لي العنوان بتاعي اهوت، واول صوره اخترتها وادي معالم مدينه الاقصر، عنوان معبد الكرنك، ادي صوره، صوره تانية معبد الاقصر. تمام، واقدر اعدل برضو في اي وقت. شايفين مقسم السكشنز بتاعتي، لو انا بعرض اقدر اختار اي سيكشن واروح عليه بكل سهولة، اضغط عليه يوريني هذا السيكشن. مفيش اي ليميت لان انا احط الصور او اعدل في السوي بتاعتي بكل الطرق وازود عليها ديتيلز واحط فيها ادوات واعدل فيها بكذا طريقة، واعدل كمان في الستايل بتاع طريقة العرض. بدل ما هي فيرتيكال ممكن تكون هوريزنتال زي ما انتم شايفين كده، بدل ما يكون رأسي يبقى أفقي. وأحط نظام جديد، نظام زي نظام سلايدز. تمام، أعدل في مجموعة الفونتس والألوان اللي أنا بستخدمها. زي ما انتم شايفين في ستايلز كتيرة جدا نقدر نختار منها. الموضوع مش محتاج مننا غير مجرد ان احنا نبتدي نجرب، وهتلاقوا اوبشنز كتيرة قوي. خلي بالك ان احنا عندنا كمان ميزة كبيرة جدا
في استخدام الاونلاين ابس دي. عندنا اوبشنز عندنا اوبشن محترم جدا، وهو انه الاونلاين ابس دي اي وقت يحصل ليها ابديت انا اوتوماتيك على طول بشوف الابديت ده في لحظه ما الشركه او الفندور اللي انا بتعامل مع التول بتاعته يعمله. مش محتاج ان انا انزل اي سوفت وير جديد، مش محتاج ان انا اتعامل مع اي سوفت وير جديد، مجرد ان انا افتح الاكونت بتاعي اعرف ان انا كده بشتغل على الليتست فيرجن او احدث اصدار جاي من هذه التول او من هذا الابليكيشن. دي كانت كل حاجة بخصوص التول المحترمة جدا لعرض المعلومات او لعمل اونلاين بريزنتيشن، مايكروسوفت سواي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بيها، واتمنى تستخدموها دايما اثناء تصميم وتنفيذ الانشطة التعليمية بتاعتكم، سواء بنفسنا كمعلمين او اتاحة الفرصة لاستخدامها للطلاب اثناء تنفيذ او اثناء عملية التعامل مع النشاط التعليمي اللي احنا بنقدمه لهم. دي كانت اخر تول معانا قدمناها بخصوص مايكروسوفت تولز اللي موجودة فري متاحة لكل الناس. اتمنى ان انتم تستفيدوا بيهم، وان شاء الله نتقابل في فيديوز تانية وفي اصدارات جديدة من التولز بتاعت مايكروسوفت ومن مايكروسوفت كورسز ان شاء الله. اشوفكم على خير.